استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت. ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويترقب الجهاز الفني للأهلي عودة اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب عقب مواجهة جزر القمر غدا الاثنين، وذلك للاطمئنان على حالتهم قبل السفر يوم الأربعاء المقبل إلى الخرطوم، حيث إن الكونغولي والتر بواليا سيلحق ببعثة الأهلي في السودان بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021، بينما سينضم المالي أليو ديانج والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان. جاء ذلك في الوقت الذي انتظم فيه أيمن أشرف الظهير الأيسر في ميران الفريق صباح اليوم وشارك في تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوعي للاعبين خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية. ووضع بيتسو موسيماني برنامجا خاصا للاعبين خلال الفترة الأخيرة، حيث لجأ إلى تغيير موعد التدريب ليكون في 10:00 صباحا ليتماشى ذلك مع لعب المباريات ظهرا، كما حدث في مباراة فيتا كلاب الكونغولي والتي انتصر فيها المارد الأحمر بثلاثة أهداف نظيفة. كما أن لقاء المريخ المقبل سيقام في 3:00 عصرا، حيث يرغب موسيماني في تعود لاعبيه على كافة الأجواء قبل المباريات الإفريقية لا سيما التي تكون خارج الديار. طيب ده من ناحية، من ناحية تانية وكما جرت العادة النهاردة كان في يعني كلام برضو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة اللي بيقول انه لعيبة الاهلي خلاص هتعمل المسحة الطبية بكرة ان شاء الله قبل ما تسافر للسودان علشان يطمنوا طبعا على سلبية المساحات على الفريق كله قبل التوجه للخرطوم زي ما قلنا يوم الاربع الساعة 4:00 العصر هيكون سفر فريقنا او بعثتنا للسودان. كمان خبر كان برضو يعني افتكر انه كويس بيهم جماهير النادي الاهلي اللي تساءلت الايام اللي فاتت وكانت طبعا بتطرح علامات استفهام كتيره لفكره ضمن ايمن اشرف للمنتخب امام كينيا. النهارده ايمن اشرف بينتظم في التدريبات وكان الصبح موجود على ملعب التتش زي ما انتم شايفين، عارفين حضراتكم انه ايمن كان بيعاني من الاصابه برشح في الركبه، غاب عن مباراه منتخب مصر مع كينيا وطبعا يعني بس يعني كان برضو كان في البعثة اللي سافرت لنيروبي. النهاردة كمان أيمن هيشارك في التدريبات أو أدى بعض الفقرات التدريبية الخاصة به تحت طبعا إشراف الجهاز الفني، وكان موسيماني المدير الفني عقد وجهاز المعاون عقدوا جلسة مع أيمن علشان يطمنوا على حالته أكتر بعد ما قلنا يعني بعد زي ما قلنا طبعا إصابته بيه في الركبة. كان مهم جدا طبعا أن نطمن على أيمن أشرف، والحمد لله يعني هو دايما بنقول إصابة الركبة محتاجة راحة شوية. إصابة الركبة يعني كان في رشح خفيف، الرشح دوت يعني يحتاج شوية راحة، لكن النهاردة تدريبات خفيفة أيمن شارك فيها بشكل جيد جدا. عايزين كمان على مستوى محترفنا أن طبعا لعيبة النادي الأهلي اللي بيشاركوا مع منتخباتهم في طبعا المباريات الدولية على طبعا مشوار الوصول لأمم أفريقيا، ديانج ووالتر بواليا اللي كانوا طبعا شاركوا مع مالي والكونغو في التصفيات، النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ كشف موقف اللاعبين من مباراة النادي الأهلي السوداني. قال كابتن سيد أن والتر بواليا إن شاء الله مهاجم الفريق هيروح على طول على السودان، هيلحق ببعثة النادي الأهلي في السودان بعد انتهاء المشاركة طبعا مع منتخب بلاده. أما أليو ديانج المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لا ده هينضم مباشرة إلى القاهرة وهيكون متواجد في البعثة اللي هتسافر إن شاء الله من القاهرة إلى الخرطوم، وهيكون إن شاء الله متواجد مع الفريق في القاهرة من خلال البعثة. والتر بواليا هيسافر على طول من الكونغو إلى السودان. طيب ده
يمكن طمنا حضراتكم عن اخر استعدادات. الحقيقه انه اللاعيبه المحترفين يا كابتن هاني بتبقى اشغال شقه، يعني انا افتكر كده ما بين منتخباتهم وانديتهم الموضوع جدا جدا بيبقى مجهد. طبعا يعني في سفر كمان طويل قوي يعني بيسافروا بيعملوا رحلات اولا يشاركوا بعدين يرجعوا. طبعا الامور على المستوى البدني بتبقى اصعب شويه، وعشان كده الفتره اللي جايه محتاجه كمان على مستوى الاستشفاء، على مستوى كمان الروتيشن اللي هيعمله ان شاء الله موسيماني، تكون محسوبه جدا جدا، لان المستوى البدني اكيد بيفرق في الرحلات الطويله، خاصه المباريات الافريقيه فيها مجهود كبير جدا. فان شاء الله احنا نتمنى ان شاء الله بكره ان شاء الله المنتخبنا يعمل مباراه جيده، نتيجه جيده، وان شاء الله بقى النادي الاهلي بقى طريق العشره ان شاء الله، تليق باسم مصر ان شاء الله. دي مباراه مهمه جدا جدا.